احكي لي عن واقع التربية عندكم هون، تربية الأبقار. قلت لك سيء جدا كثير، ما كنا هيك، كنا على القليل نعيش نحن وياهن، هلق نحن عم يعيشوا حسابنا. إذا مجمعين من سنة ومن سنتين ليرة عم نحطها هلا، لعلى كيلو التبن 850 ليرة هلا. عم تستلموا مخصصاتكم من الدولة من الأعلاف ولا لا؟ سنة ما شفنا شيء، من شهر استلمنا، وعلف من هالناعم، كبسولات ما عاد فيه. يعني بتحطيها البسمار بيطلع فيها، القزازة بتطلع فيها، كله. يعني شو بدي، يعني ما فيني أقول لك غير إنه سيء كل شيء. الجودة تبع الأعلاف هي سيئة؟ إيه، هلا هي النعمة سيئة. تشوفي فوهم سيجارة، كل شيء فيها. ومع هذا ما فيها إنتاج. طيب هلا أنت عم تشتري الأعلاف حر، قدي عم تشتري؟ هلا 130,000 لكل فرجة، الكيس 50 كيلو. أنا كل أسبوع بدي شوالين، هاي بالتقنية بدي شوالين حقهم هذيك الحزبة 260,000. ما أجرتني بكلفوا 300، ما عم جيبوا من كرسان. ما طالبنا إنه يعني هاي السروة الحيواني رح تنقرض إذا ما أمنوا هالعلف. ليش ما عم تزرعوا أنتوا هاي الزراعات اللي بتنتج العلف؟ ما بيصير عنا مي، ما في كهرباء، ما في شو يعني الكهرباء نص ساعة بالخمس ساعة، شو بدك تسقي؟ زرعنا خضرة يبست من نص ساعة، وما في شيء لحتى تزرعي تنتجي منه. لا والله الحنطة ما تصير، يعني غالي كتير وما في. ولا بحكي بالجمعية بيقولوا ما عنا سماد، لما بيجي السماد يعني العالم بتركض يا شوال يا ما طلع لك شيء. في وقت الصبحية شفتن ثلاثة ميتين، عيان بالمعيلف، شفت فسامير، وشفت مسلة، وشفت قطع حديدية من وراء العلف. كانوا موجودين ضمن العلف هدول القطع؟ العلف كانوا موجودين، ولقيت أنا في حدايد معلفين ريخينهم، وفي من آكلينهم، وفي من يعني ثلاثة ميتي. شو مطالبكم اليوم؟ من انت رح تطالب؟ نحن مطالبنا انه يعطونا الكمية اللي الدولة بتعطيه لدباتنا، مرونا عند ما بيعطونا اياها. الاعلاف كله بشكل عام يعني غالي، غلا يعني ما نشتغل بخسارة. يعني انت ما عم تستلم مخصصاتك من الاعلاف؟ بالاربع شهور، ثلاث شهور، اربع شهور اذا اعطونا شوالين ثلاثة، يعني للبقرة 50 كيلو بالشهر، شو بده يشيلها؟ كل يوم حبتة. قد بكفيها يعني؟ هلا عم يعطوكم اياهم قد بكفيها؟ يعني شهر اربع ايام خمس ايام هذا. وبعدين شو بتضطروا تعملوا؟ نضطر نلجأ للمعامل الخاصة، يعني هاي المعامل الخاصة هي بنشتريها، وغالي جدا يعني ما نو ولا فرق بألف وألفين، لا بالخمسينات، 50,000 و100,000 يعني في فرق بالهذا.